السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده لو انت عندك الصورة بتاعتك عايز تحولها افاتار، او ممكن تاخد صورة سيلفي من خلال الكاميرا وتبدأ ان انت تحولها لافاتار. طيب انا اختار مثلا الصورة ديت واقول له اوبن ونشوف فعلا هتبقى قريبة من الأفاتار ولا لأ. فبتبدأ بقى تختار الشخصيات أو الستايل اللي أنت عايزه. فيبدأ يعمل لك 4 أفاتار بالشكل ده وتقدر تختار منهم، تقدر تجرب أي حاجة من الحاجات التانية ديت برضو، فتلاقيه عمل لك الأفاتار بالشكل دوت.